الكلام المكتوب يعني احكام الماده كذا كذا وقانون التعليم كده، انما القرار الجديد ان احنا هنعتبر الصف السادس الابتدائي سنه نقل عاديه، مش هنلغي سنه سته، سنه سته زي ما هي بس بدل ما تبقى شهاده تبقى سنه نقل عاديه. الاختلاف الوحيد عن سنه خمسه ابتدائي ان تصحيح الامتحان اللي بيتم على مستوى الاداره هيكون عن طريق معلمين من مدارس غير مدارس الطلاب عشان نضمن جديه الامتحان، انما كده هتبقى سنه نقل عاديه. موضوع بقى الرسم والكمبيوتر النظري وموقفهم من بس عاوز اقول ان الرسم والكمبيوتر مادتين مهمين جدا لاسباب مختلفه، بس كمان عشان الاعتراف بالحق فضلا قد لا تكون في اللحظه الحاليه الوزاره قادره انها توفر منهج الكمبيوتر بالصوره اللي نفسنا فيها. يعني لما يبقى نظري الناس ما بتشوفش الكمبيوتر او ما فيش المدرس المناسب او كده برضه موقف صعب نطلب من ولاد الدايره في المجموع وهو ما بياخدوش صح. نفس الشيء في الرسم، ولكن في المستقبل دول مادتين يهمونا جدا، بالعكس احنا عاوزين الكمبيوتر يبقى ماده اكثر تواجدا بس مش بالشكل اللي بتدرس بيه حاليا. فبغض النظر بقى عن الدلاجه القرار اللي هنمشي عليه لحد ما نحسن تدريس الرسم والكمبيوتر في المدارس هو انه هتبقى ماده نجاح وسقوط يعني باس فيل، بس مش هتخش في المجموع في اي سنه من السنين. اوكي؟ لحد ما نحسن الباقي، فكده ما تاثرش على المجموع اعترافا بانه لسه الامكانيات مش سامحه لنا نحاسب عليها الطلبه بالظروف دي. قضيه التعليم القرار فيها مكتوب تقدروا تاخدوه زي ما هو بالظبط كده ويديكوا نسخه مطبوعه. ويا جماعه عايزين نتفق احنا بنتعاون بس ما دام خدنا قرار مش هنتجادل فيه خلاص. قرار هننفذه. لان احنا عايشين على استثناءات. احنا عملنا اللي علينا عشان نوري ان احنا عندنا حسن نيه بس مع الوقت مش هنقدر استثناءات. قانون قانون. والاتفاق اتفاق. عشان الامور تمشي. لا من افراد ولا من نواب ولا من اي حد. لا استثناء في القانون الا بشرط القهرين. بس كده. مفيش بقى خيار وفاتورة. تعليم احنا سمحنا للطلاب سنه 16 17 و 17 18 فقط يمتحنوا باللغه اللي يختاروها في الثانويه العامه. بس هناخد اقرار على اللي دخل ابنه اولى ثانوي لغات النهارده 17 18 من دلوقتي. لو قررت تدرسوا لغات هتمتحن باللغات. لو مش عاوز روح في مدرسه ثانيه. بس ما تجيش في بعد سنه تعمل مظاهره وتغير. ده اللي بقول عليه الاتفاق اتفاق. احنا كلمه تعليم مصري جديد خالص دي بعيدا بقى عن الثانويه اللي احنا فيه ده مش قرار في الدرج، لا دي عمليه بحثيه دراسه كلنا ما بنمشي عشان بنعملها، كل واحد هنا له دور بقى بس الوزاره والمساعدين واللي بره الاثنين دول كمان. اقول لكم لمحات كده. المنهج الحالي نمره واحد يعني الحالي بتاعنا هنعمل فيه ايه؟ مش هنسيبه واحنا بنجيب الورقه البيضاء دي. لا من المناهج من رابعه ابتدائي لثالثه اعدادي التخفيف الاوريتوريك وده هنستمر فيه عشان نقلل الضغط بلا داعي قدر الامكان، وهنخففه حتى بين السنه والتانية يعني بعيدا عن موضوع طباعه الكتب. مناهج التعليم في الثانوي هنعمل فيها نفس الحاجه ونحاول نربطها اكتر بمصادر اخرى ديجيتال عشان نعلم الولاد البحث عن المعلومه. حتى اللي في المنهج نمره واحد مش لازم يبوظوا خالص يعني، لازم نعلمهم حاجه قبل ما نطلعهم فيتحسنوا شويه. مناهج بقى يهمنا قوي رياضه الاطفال لحد ثالثه ابتدائي، المجموعه دي كانت برضو رياضه الاطفال شويه عندنا وشويه عند التضامن الاجتماعي، السن اللي الولاد بتربط فيه الشخصيه والاخلاق والالتزام كل ده واللغات كل ده في الحته دي. من رياضة الأطفال ده ما فيهوش هزار، ده أهم خمس سنين اللي هما الاثنين رياضة الأطفال والثلاثة اللي هم بنسميهم البيج فايف أو الخمسة الكبار. هنا بقى بنتكلم على في المنهج الجديد اللي عاوزين نعمله، ناخد الطفل نركز معاه جدا في الخمس سنين دول على بناء الشخصية، تنمية المهارات بتاعت القرن 21، منهجية إنه التشارك، اللعب اللي له أهداف، استخدام الرياضة المفيد، الفنون، التكامل بين المنهج والديجيتال ورلد من اوله خالص
طريقة الامتحانات كل ده. ممكن في الفترة دي ما يبقاش في امتحانات خالص، بس الكلام ده يعود على ايه؟ على المنهج الجديد، عشان كده كاتبين نمرة 2، منهج نمرة 2 بتاع سبتمبر 18.